أهلا أعزائي المشاهدين من مكان خاص على قلبي من جبل التطويبات عند بحيرة طبرية في منطقة الجليل. بحييكم اليوم في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. ما زلنا في تعليم المسيح في عظته الشهيرة على الجبل، واليوم رح نتكلم عن موضوع مهم: من هو سيدك؟ هل سيدك الله أم المال؟ أنا بصلي اليوم يكون قرار حقيقي في حياتك، وبصلي أن هذه الحلقة تكون بركة أيضاً لك شخصياً. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.